السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في كوزينتي انا وعروستي. اليوم باذن الله راح نديرو ان بلا اللي هو لو بولي شامبينيون او فور. دونك لهذا الطاجين واش لازم لنا؟ صدر تاع الدجاج، بلون دو بولي، لازم لنا شامبينيون اللي هو الفطر، حبه بصله تكون كبيره، عندنا بطاطا زوج حبيبات ولا ثلاثه نقطعهم مكعبات، الفرماج، عندنا الزبده، فلفل ابيض وشويه تاع القرفه، الملح وشويه تاع الزيت بيان سور. نروحو نبداو في الدوزين، نبداو في الزيت هو الاول. بسم الله، واحد زوج مغرفات تاع الزيت، فوالا هكذا. وشويه تاع لا مارغارين هكذا، نرمي الصدر تاع الدجاج هكذا، ما عندكم حاجه في الصدر ما مديروه صحيح وش عليه، باسكو علاش رايحين نفتوهم بعد. دونك كيما ترميوه وش عليه، ما يكون عندكم شرائح يعني كيما تاع لي سكالوب ولا وش عليه. هنا نرمي حبيبه تاع البصل، دير حبيبه تكون مليحه هكذا، علاه لاخاطش هذاك المرقه تاعو اللي نخدم به لا بيشاميل من بعد. هكذا ونبدا في الدوزين، ندير فلفل ابيض مانديرش بزاف، فوالا، وندير شويه تاع القرفه. بلا ما ننسى شويه تاع الملح، خليه يتقلى مليح. باش نقولكم على البطاطا، يعني هو في الاصل هذا الطاجين ما يجيش البطاطا، يجي غير بولي شامبينيون، صادير الدجاج والشامبينيون. مي على بالي يعني احنا كيما في الجزائريين عندنا ديما العائله تكون كبيره، دونك نزكيوه بحبات تاع البطاطا مقليين، ثاني يجي بنين يجي هايل. لي راس ورويس يدير بلا البطاطا، واللي عنده عويل لا يدير حبيبات البطاطا يزكي به، باسكو هذا الكراتان بنين بالبزاف. فوالا نخليه يتقلى بيان هكذا، ومن بعد واش ندير؟ دوك انا نروح للبطاطا نقليها. هاي البطاطا اللي قليتها ما تحمروهاش مليح، خليوها هكذا شابه. هاو الدجاج اللي طاب راني فتتو، هنا راني دايره لاصوص تاع الدجاج، جاوني زوج كيسان قد هذا البصل تاعو دوك نسحقو، وهنا الفرينه باش ندير لا بيشاميل. لهنا راني فوالا نقلي في الشامبينيون هكذا، راني درت طريف تاع الزبده لداخل هاي دابت، ديوه ونردوه مليح. كي بدا يترتق فوالا ديجا يجي البنه تاع الزبده كي نحمرو يطلق البنة في لو بلا تاعو. هكذا درنا دونك 50 غرام تاع الزبدة اللي هي مغرف كبيرة، ولا 50 غرام تاع الفرينة اللي هما زوج مغارف. هنا حنديرو لابيشاميل، لابيشاميل، مي هاد لابيشاميل ماشي بالحليب كيما مالفين نديروها، نديروها بالمرقة اللي طاب فيها الدجاج. هنا المرقة واش درنا لها؟ نحينا لها البصل، صفيناها، هاو البصل نحيتو، نسحقو نديرو في البلا باسكو طايب زبدة هاكو تشوفو، والمرقة هاني صفيتها. المرقة قلنا جاتلي زوج كيسان قد هكدا. شوفي لا بيشاميل لازم الفرينة تتحمر شوية هكدا. واش قلنا أمينة شحال درنا المرقة؟ درنا زوج كيسان تاع لاصوص كي صفيناها هكدا. دوك نبدا
نرمي المرقه بشويه. بسم الله، ما ديروا لا ملح لا والو باسكو راهي ليك كيما نقولوا حنا مرق الدجاج. مرق الدجاج خدمنا بيشاميل بمرق الدجاج. فوالا هكذا، ونردها فوق الفرن. نتوما ذوقوا في الملح ولا الا جاتكم السوسه زيدوا شويه ملح، الا جاتكم اللي حاسه با لا بين دو فاصون فيها الفورماج وفيها دونك تجي متوازنه. ايه متوازنه، ما ديروش بزاف الملح. صافي يقعدوا يحركوا هكا حتى تتقال. حتى تتقال جوسكا ابيسيسمون، صادير حتى لا بيسي يعني تتقال. حنا لاصوص تاعنا راهي مدوزنه، تسمى سي با لا بين نزيدوا الملح البافون بلون. فيها الفلفل الابيض، فيها القرفه، هادشي هي لا بيشاميل العاديه، نديروا فيها قريصه تاع الملح وقريصه تاع البوافون بلون. بوافون بلون ونزيدوا حتى نقدروا نديروا لا نواد ميسكاد، صادير دوز تطيب. حنا كوم لاصوص راهي مدوزنه ما نزيدو والو. والو طيبوها بارد هكذايا مع الزبده فارينه، دوبناهم كيف كيف، قلنا الزبده والفارينه الكيل قد 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 طون بور طون. وهنايا جاونا زوج كيسان تاع المرقه مرق الدجاج، جاتنا قريب نص ريتلا، جاتنا نص ريتلا ماشي قريب. اوكي باسكو انا واش درت، انا يخا كي شتيني وزنت وزنت وكيلت بالعاني باش نقول لهم نعطيهم لي ميزور قد قد. فوالا دوك غير تبدا تتقال نحبس لها، هايدا غير تبدا تبكبك برك صديق تقالت. ها فوالا هاي تجيكم رطبه لي ليسا، كي تشوفي كش راهي رطبه. فوالا هاد لو غراتان بنين بنين ويجي خفيف. هاوي هكذا دوكا نطفي عليها، هذه هي فوالا. دوك واش ندير؟ بون راني درت مغرف تاع لا بيشاميل داخل باسكو التليفون كان طافي. خي امينه ما فقنالوش بدينا في لو فون تاع لو بلاطو تاعنا، درنا اون كويير دو كويير ا سوب تاع لا بيشاميل، زدنا دوكا البصل، البصل اللي صفيناه زدنا حطيناه من الفوق، دوكا البطاطا المقليه، دوكا البطاطا شويه دوخه تاع الصيام وشويه ايه مش عليه سي با غراف، انا فهمناهم تري بيان كيفاه يجي. ودوكا شويه ندير شويه لو بولي واعطيني لي شامبينيون. هايلك تنجره تاع لي شامبينيون، زين نفتحها لك. دوكا واش ندير؟ هاو الشامبينيون لي درت له شويه تاع الزبده. فوالا نزربعو كامل ونكمل لو بولي. صافي واش درنا؟ درنا مغرفه تاع لا بيشاميل هي في الفون تاع لو مول تاعنا، من بعد حطينا البصل اللي صفيناه، بطاطا المقليه، حطينا لو بولي شامبينيون بولي، ودوكا لاصوص اللي خدمناها كامل نرموها من الفوق، من بعد فرماج غابي. دوكا نزيدو فرماج غابي. الا كان لو بلا تاعكم كبير، انا البلا تاعي راهو صغير، الا كان البلا تاعكم كبير ديرو ريتلا تاع لا بيشاميل. فوالا غير ريتلا صادير يدوبلي ويضعفو لا كونتيتي اللي درناها. دوكا هنا لي زانغيديون تاعنا كاملهم طايبين، تسمى هاد لو بلاطو تاعنا ماهوش حيطول بزاف في الفوق. ما يطولش في الحراره، يسو غراتين غير الفوقاني تتغراتين. جستي حمار وجاي ديك الريحه تاع التحمار هي اللي تجي شابه وبنينه. فوالا نحبسو. هكذا راني نسكرفج فوق الفرماج، دو بريفيرونس ديرو الشيدار راه يجيكم مليح، ولا لو غوييغ هو اللي يترحى مليح ويدوب كي يطيب الداخل في الفوغ يدوب. يجي معلك كيما يقول يونس. فوالا يجي معلك. دونك واش نديرو حنايا؟ نكمل الفرماج هذا نغابيه كامل وندخلو يحمرنا في الفوغ. داكو لو غراتان اللي درناه مع بعض راهو واجد كيما شتو، درناه بولي يعني دجاج، شامبينيون وبطاطا مقليه بلا بيشاميل بالمرقه تاع لا بيشاميل، درنا المرقه تاع الدجاج ودرناه في الفوق. ان شاء الله هاد الوصفه تكون تعجبكم،
وجربوها وتردوا لي في كومنتير. نتلاقى في وصفات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.